الو اتفضل. وعليكم جزاك ما اكثر المهتدين عندكم اليوم ما شاء الله. انت اللي زيك في سنك اهتدوا من زمان، يا اما ماتوا، ربنا يهديك ويصلح لك حالك، مش ناقصه. الو اتفضل. تمام. ليش تفتح الخر كل شويه؟ يا عم روح بقى شوف لك تربه من دلوقتي، يعني اعمل لك مكان بقى. خلاص يا اسد بقى اعمل لك مكان بقى، راحت عليك بقى. الو اتفضل. اقطع يلا اقطع. ليش تخاف؟ يا عم ده انا بخاف منك جدا يا اسد، انا بخاف منك جدا يا اسد، انت كل ما تيجي بخاف منك يا اسد. يا عم اذهب من حيث اتيت يا اسد، راح يلا مستنينك في البيت يلا.